السلام عليكم، شلونكم عيني؟ ان شاء الله بخير. انا اليوم بديت اشوفكم نباتات الكاكتس اللي هي المفضلة عندي. سبحان الله اشكالها حلوة ومميزة. هي نوع من العصاريات او نوع من الصبير، بس هاي باشكال مختلفة. عندي هاي وعندي ايضا هاي. هاي تطلع افراخ، يعني شتلات جديدة. هاي واحدة من عندهم تطلع خلفات، يعني مثل النخل تطلع خلفات دار مدايرها. نقدر نسوي ثاني هاي الصغيرة من هاي، قطعتها منها واسوي واحدة ثانية. اذا تشوفوها هي يعني الفيديو اللي جوه، بس ما اقدر اطلعها حاليا. اذا حل يعني طلعتها راح تنقطع الورقة اللي مغطيتها والثانية، فما احب بصراحة يعني افرط بيها. عندي هاي وعندي ايضا هاي المجموعة. هاي تختلف عنهم، هاي نوعين سيبنا موجودة عندي. هاي وهاي الثانية تختلف، الورقة اعرض تصير. وعندي هاي المجموعة الثانية. هاي اليوم لقيت القطة دايسة عليها، قطة جيراننا، ومقطعة الأوراق مالتها حطيتهم هنا. يعني التكاثر مالتها يصير بالورقة. شوف الورقة هاي بس تنحط هنا، ينسق التراب أول مرة تنحط. هي بطبيعة الحال يعني صح تطول، يلا تطلع شتلات جديدة، تطلع جذور ما تتغطى بالتربة، المفروض فوق التربة تنحط. هاي الطريقة. عندي هاي أيضا ها قبل فترة قطة جيراننا داست عليها، تجي تنام بالسندانة أو تعبر من مكان لمكان فتقطع الأوراق. هاي اللي قطعتهم قبل فترة، يعني حطيتهم باعوا طلع جذور، حطيتهم هنا انتظرها تطلع شتلة جديدة. هاي الثانية هم قبل مثلها وحدة ايضا هم دمرتها مطلعة جذور، طلع تنتظر تطلع شتلة جديدة ان شاء الله. هاي ايضا يعني ماسكات بالعرض، ان شاء الله يطلعون شتلات جديدة. وعندي هاي المجموعة اللي على شكل وردة حاطتها بالوسط. وهاي الثانية ما شاء الله اشكالهم حلوة. وعندي هاي بصراحة اشتريت بس هاي، كانت بسندانة. سبحان الله شوفوا الكمية اللي طلعتها، كل فترة اجي القاها مطلعة بيبي، طلعة فراخ يعني خلفات جديدة. شوفوا دار مدايرها، هي وحدة كانت يعني السنة الماضية اشتريتها. سبحان الله شوفوا ايش قد طلعت، وقوية قوية كثير، يعني كأنه بلاستيك. وعندي هاي المجموعة اللي أنا زرعتهم بهذولا، يعني هاي طلعتها من هاي، كانت هي هاي الأم وطلعت الأفراخ دائرة مدايرها الخلفات الجديدة ووزعتهم، وأخذت وحدة هنا زرعتها. وعندي هاي، هاي شكلها سبحان الله مميز، شكلها يختلف عنهم. عندي هاي، هاي تطلع بالطول يعني، ايضا تطلع خلفات دار مدايرها بس لحد الان ما طلعت. وعندي هذا النوع الثاني، هذا اشتريته قبل شهرين تقريبا، كانوا صغار شوية حسب يعني هذا اللون الفاتح اللي هم دي يطولون منه. هاي كأنه قديفة، ملمسها كأنه وبر بي. أنا تعجبني هاد، كأنه الحيوانات البحرية. وهذه شتلاتي، حبيت تشوفوهن طريقة التكاثر مالتهن كثير سهلة، يعني مجرد تاخذون الورقة تحضرون تراب، ينسق التراب شوية، ينحط له مي
تجيبون الأوراق تصفوها عليها، بس يراد لها بال طويل حتى يعني تطلع جذور وتطلع شتلة جديدة. وهاي إذا عجبكم الفيديو سووا لي لايك وشير وسبسكرايب، أو أي سؤال أنا حاضرة، وفعلوا الجرس. إن شاء الله أشوفكم فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله.